ابني اللي فاهم موسى معكم حتى الما بثلاثة وقيت اتصلتينا صلتينا اتصلتينا اتصلتينا. وردة جزائرية صاحبة التاريخ الفني الطويل، فنانة عشق صوتها الملايين من كل الأجيال، واحدة من أكبر مطربات العالم العربي اللي وصلت شهرتها للعالم، غنيت على أكبر المسارح لكبار الملحنين منهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، سيد المكاوي، وبليغ حمدي وغيرهم. أكثر جزء أغاني كانوا يطلبوا من وردة في الحفلات والمهرجانات حرم تحبك اللي صدرت في 93 عن شركة عالم الفن من ألحان صلاح الشرنوبي وكلمات عمر بتيش رئيس الإذاعة المصرية السابق. هذه الأغنية اللي اعتبرها نقاط أيقونة الغناء في التسعينات بتونس بيك وما زال اليوم الناس تسمعها وتتسلطن بها. تحبوا نغنيها لكم نغنيها لكم؟ نحبوا ايه تحبوا؟ لا نحبوا نغني حرمت حبك بعد شوي صلاح شرنوبي وكلمات عمر بتيشة وتوزيع طارق عاكف. وتسلطينك اليوم مش تكون مع غناية قلبي سعيد وياك كلماتها بدلتها ليش كيفاش أنا فجأتك هي حبت تودكم بها يا أخي أنا قلت لك حرمت حبك سامحنا يا نورين سامحنا ولكن تمنى ودوك نسمعها في فرصة آخرة طبعا باش نسمع وردة حرمت حبك بعد شوية سلطينا